أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. دواي أويك لتعريف علمي بيان ليبو نوا وأركو وظيفي علمي بيان من بيان كرد كبريتيبو لا راقيان دنو وارد كردني يجمعنا بطرق مختلفة، يعني بشيوي جياجيا بتركيبي جياجيا أوش بطريقي لزوم كالرقي معمولا دلالة التزام ودلالة تلمنية ولازم أهات باسي أمانك لآخرة بو أنجامة قيشتين كبال العلمي بيان خلاصة أويتو لسيشتا يكي كان تشبيها ويكي كان مجازة وأوي تريان كنايايا يسأل فيشا باسي تشبيها كين أفرمي التشبيه يعني هذا باب التشبيه ما بستي أويا لهذا باب التشبيه كتفسيري أكاتوا يعني أما خبر بو مبتدايك محذوف بحذف مزافيك يعني لأصلا أوي كأبيت خبر بو مبتدا محذوف بابكيا هذا هو مبتدايا باب التشبيه باب كلمة خبركي أم تشبيه مزاف إليها لا أصلا ولي شنك بابك نما ومزافك مزاف إليك شو تجيكي أو إعرابك أو يقرتوه واختيك أشي نسلي أخي نورا التشبيه أي هذا باب التشبيه الإصطلاحي يعني أما باب تشبيه إصطلاحي نقله غوي تشبيه إصطلاحي أو تشبيه كيكيك لأقسامي مقصودي كتابك كأقسامك سيان بون كأوج تشبيهك خالي لاستعارة تجريد به يعني تجريد باسكين لو بدوا كتجريد سيا باس استعارة كين يعني خالي لو أنا به كواتا اللغوية كي عامتر لويا يعني تشبيه أعمى لسر أويك لقل استعارة به لقل تجريد به يعني لقل هيتش يعني نبي ولي ليرة دا أو تشبيهي كأما باسي أكين أو تشبيهها كخالية لاستعارة ولا تجريد كالمبني عليه الاستعارة كاستعارة لسر أمجور تشبيهها وبناء أكره يعني تصرفاتك إن لم نوع تشبيهها بو تصرفات استعارة دروسة جاء مصنف عليه التشبيه كدر عليه التشبيه أي مطلق التشبيه نك تشبيهها استلاحيك دروسة بحثك إما مربوط بتشبيه استلاحية بلان أبي إما مطلقي تشبيه يعني تشبيه بتكرائي بحث بكين شنك تشبيه مطلق تشبيه استلاحية كي كإما لسددي باس كرنيين جزئية كلو كلية هميشج لمقامي تعريف وايا لكلية وبيادي تعريف بجنس وفصل به أول بجنس أمره فصل كان ديني بوية تشبيه قبل مطلقي تشبيه تفسير أكاتوا أي جاء أي مطلق التشبيه أعمو من أن يكون على وجه الاستعارة أو على وجه تنبني عليه الاستعارة أو غير ذلك يعني عام ترلويك تشبيه كما لسر وجه استعارة به يعني لسر وجهك بك تنبني عليه الاستعارة كاستعارة لسر بناء به أو غير ذلك أو غير ذلك شوينيو يعني غيري أو دو وجه به كأبت تجريدك جاء لبر أوات شنك منزوري بتشبيهك منزوري بمتشبيه دوامية جغل تشبيه سر بابك ما بستي مطلقي تشبيها هل لبر أوية فلم يأتي باللميري لميري نهاورد شن أقر بيتو لمير بواية أو لميرة أشو بوا تشبيهك هل تشبيه إصلاحية كي أقرتو المطلقين أقرتو لأن لا يعود إلى التشبيه المذكوري تاوكو نقرته ولا أو تشبيهي كذكر كريا كام الذي هو أخص كأو أخص أو تشبيه إصلاحية كيتي أم مطلقي تشبيه أم أعم كما زوري أم أعم كي ألبتا شتيكي تر هيا عليك هاكا جاخو قاعديك هيا علين معرفة هر وقتي بمعرفة دو بات كرايا و ما بزل دو مكا هر أولا كيه كواتا لو التشبيه أمر على التشبيه كواتا هل أو تشبيه إصلاحي أقريتها
بعض اسمي ظاهري شينا والله ميري شينا أنا عليه أوهامي شيئية آخر لبرابر آقا عجش معناه نكيرة أجر تكرار كرايا وما بس بدو وما كغيري أوله كيا كقرآن بيروز فرمي مثلا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا مثلا عسركي بمعرفيه ناوى عسري دو مجهر عسر أوله كيا ولي يسر كان يسر أول دو يسر يسر دوام لغل أولا كجيايا بويا لحديثي بيغمبرا هيا درودي خوالي سربي أفرميه عسريك غالب نابي بسر دو يسر أخلي أقصى فياوي الله جاكا كخو عسر كان يشدوان علين شنك بلفزي معرفة دو بات كرياسو دوام كشر أولا كيا ولي قاعدين نكيروانية دوام كغيري أولا كيا ليرش علي كاكا وما يقال إن المعرفة إذا أعيدت كان بعين الأولي فليس على إطلاقه شاكا علي أو قصا كأكري كأديار أو قصا بدجي أو إيمية تائستا كعلي المعرفة أقر إعادة كراو دوبات كراو عيني أولا كأبي أو قصا لسر إطلاق خويني بلها من شوابي يعني أنم وتواوته يعني هم شوانية بلكو أو قاعدة قاعدةك أغلبية يعني بزوري استستاشي تياه بعبارة كتر أو وقت يوايا كقرينة لسر تعدد جاوازي نبي أقر قرينة لسر تعدد جاوازي بويتر أو ببي قرينة كعمل أكرينة وكاتا ليرا شون مقامك مقامي تعريفة أخوازي كمنزول لتشبيه دوا مطلقي تشبيه به جاء فرموي يعني أن معنى التشبيه في اللغة يعني معنى تشبيه للغة أمية الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى الدلالة جاء أو دلالة هو مصدر قولك دلالة فلانا على كذا جاء كي ألي دلالة فلانا على كذا ولا إذا هديته له زمانك أو كست شاء فلانا كست شار زاكر دبي بولا أوشت يجي دلالة فلانا على كذا يعني هديت فلانا إلى كذا ولا أوشت جاء ليلة كواتا الدلالة يعني ريني شاندان يا شارزاكردني متكلمة يعني هو أن يدل المتكلم مثلا شخصا على مشاركتي يعني أويك متكلم كسي شارزاك لسرها وبشيتي أمري بو أمري كيتر جاء أمري بو أمري كيتر بشي لشي في معنى لمعنايك كأو معناي خمان يجين وجه شباه جاء وهذا أم تعريفي مصنف كرديتي لروالة نقصي هي شون الله أما شامل لمثل قاتل زيد عمرا يا جاءني زيد وعمر مثلا كالي قاتل زيد عمرا لم قاتلك هدو كان زيد وعمرك بجداريا كروا لحالك إما تشبيهك ليوانا بيني كشي أقر قرار بالدلالة على مشاركة أمر لأمر به بم جملة متكلم إيمان شارزا كردوه كأمري وكو زيد بيه لقال أمري كيترا وكو عمر بيه هاو بشيتيان كردوه لمعنى يكذا كبريتيا لمقاتلة أما ديارة أو هاو بشيتيا كإيمان أيضين بالذات بيه أو هاو بشيتيا يعني مثلا إيسا كان ليردا مقاتلة لزيد ونسبة دراب ولا زيد أو يتريان بتبع درستا أو مشاركة أغياني بلا مشاركة بتبع أغياني نبذات أو تم مثلا زيد راستو خود هراي مقاتلك لو صادر به بلام عمرك كلا برابري أو قراري قرتوا شن بهر حال بابي مفاعل بو مشاركة يو بتنيا داني يقنابي فعلك لأصلا دو فاعل يبو يعلن بو مشاركة يان جاءني زيد وعمرون نسبتي مجيئك ولا زيد بلام دواي عمري لقل أو بجداري كردوا لهاتنا كذا فس كواتا بذات نياو هرچن نمو شارح شاربا خوي نجا عند الجواب لدانا وكيف فقط هلا وني آما جاكر دوا برام تشبيه أو دلالته يعني أو شار ذاكر دنا عليه دسوقي عليه بو أويك أو شائباني كأنه مثلا بيوت دلالة لسر مشاركة أمري بو أمري كتير لمعنايك بالكافي ونحوي بكافي تشبيه وبنحوه كأنه مثل أمانة يتر أو شاملي مثلا ما نندي قاتل زيد عمرا وجاءني زيد عمرنا وعمرنا ذهب جاء والمراد بالتشبيه المصطلح عليه ها هنا
أي في علم البياني ما بزبو تشبيهي كليرا إصطلاحي لسر يعني لسري سازشي لسر كراوة يعني وكو أويك كراوة بزاراوة وكراوة بدستواجة للاي علماء علم بيان آليرك علم بيانا استعاريك ما لم تكن يعني دلالتك فعالي تكون مدلالتك واختيك مثلا بيلان أو تشبيه به ما دام أو دلالتا كوتمان دلالتك لسر مشاركة أمريكا بو أمريكي لمعنايا أوابي بحيث لا تكون بجورك وكنبي أو دلالتا على وجه الاستعارة التحقيقية لسر وجه استعارة تحقيقية نبي أي ناعقر شن أول وغويك يا شاملي أوادي أو استعارة كمصطلح أأمية لسر وجه استعارة تحقيقية نبي وكون رأيت أسدا في الحمام أي ناخو أمشة تشبيها شن لأساسا موايا رأيت أسدا رأيت رجلا كالأسد في الحمام وايا ولدوائي رأيت الرجل رجلك كمشبه حذف الكردوة أداتي تشبيه حذف كردوة كبريتيا لكافك دي أمجار بجيكي والله رأيت أسدا بو أويك قرين وتشبه كشك في شجاعية أويش لا بردوة بو أويك بزاندري واقع أنتو حيواني مفتريس النديو أسد بمعنى مجازية كي ما بست ليردا قريني في الحماميش تبي إزافة كردوا أما تشبيها والله بنالين تشبيه ليردا شون كأمل أساس سبيلي استعاري تحقيقية يعني استعاري مصرحة كذكر مشبه به بكرة وحس في مشبه بكرة لا استعارك ولا على وجه الاستعارة بالكناية ولا سر وجه استعارة بالكناية أجنبي كاستعارة بالكناية أويك مشبه ذكر كريه مشبه به حذف كريه بلام لوازمي مشبه به يكا بدري تطال مشبهك وكوشي وكو أنشبت المنية أظفارها يعني مرق من يعني مرق مرق شنكاني خوي يا نينوككاني خوي جير كرد مثلا لفلانكس نينوكي خوي جير كرد مرق إيسا كانيه مرق نانوخي لكويبو چني لكويبو أصفاري لكويبو باشا ديارة ليرة دا استعارك يق استعاري مكنية هي لأصلا المنية كالسبع يعني أنشبت المنية التي كالسبع أصفارها جاء المنية كالسبع أو منية مشبهة كافقا أداة تشبيه لا شوى السبع مشبهة لا من بردوها بلام ديارة سبع مشبه به أو مشبه به كسبع كلا من بردوا لوازمي أو يعني أو لوازميك بو شير هيا لوازميك شير واقعا قيامي بيه درندك قيامي بيه هيا يكي كان نانو نينوكو ديانة مثلا ليردا نينوكا كاني بو ذكر نانوخا كاني ذكر كراوة هاتوا مسوتة أنشبت المنية أسفارها أو أسفاره هي سبع على أصلا إزافة من كردوه بولاي حاكا كأجته بو منيات كأمل أصلا آبا مشيوية لباشا استعاري هي آخر يعني إما أسفارك بو سبع هي لخيالي خو مانا بو منياتيش أسفارك ما لنظر قرتوه وقوتو مانا المنية كسبعي وتوش مانا أسفار المنية كأسفار سبعي لو لاوانيك سبعك حذف بوا أزفاري مزاف بولاي منيش أوش من حذف كردوا أو مشبهة أزفاري بولاي منية أزفاري مزاف بولاي سبعك من يلاهاتو دي أمجال أو أزفاري مزاف بولاي سبعك مشبه به أو حقيقيك يا أو من يلاهاتو إزاف ما كرب ولاي منية إزاف بولاي الله ميركي كراوة كواتا ليردا دو استعار منية يكي كان مكنية كان مصرحي تخيلية يا جاء تخيلية لبرابري أو تحقيقية كالفيشة باس ما ليكر يعني باري بارحال استعاري تحقيقية تخيلية ليردا ملاك نية شن بارحال أو بخيال أسازين دري وأمانة بلان علين تشبيهك لسر وجهي استعاري تحقيقية هروها لسر وجهي استعاري بالكناية نبي ولا على وجه التجريدي لسر وجهي تجريدي جنبي تجريد مثلا علي لي من زيد أسد
مثلا بجي يقول زيد وكشر وعلى لي من زيدين من زيدين اسد بو من هيا لزيدو شيريك مثلا وكو اويكا بلين لسحنيكا اتو احتياج بوابيه مثلا احتياج بكسيك بي لبواريكا سخن قويك مثلا او قساك مثلا ازاني قسبك او امانه عليهم مثلا لي من فلان لفلان كتبجي او خوي بلي او خوي نمايندي بلام غركت مبالغه تيابكي يا او خوي خوي نواره مبالغه تيابكي ولي لباوا او خو هر خوي نواري لي هلا قلي يا مثلا او اسد لي هلا قلي يعني من شئك بو هالقلاني اسد لي منه منه يعني او سرشاوية بو من هيا لا او شير يا كما بيلان تجريد متواجبي تجريد كما معناه اويا مثلا اما او شير لا او روتا كينوك او شير كي لي دربياني شير كلا او درياري جاء وعلمة التجريد انواع هيا كاما لبديعه باس ما لي كلو امانه بلا امش خوي نوع تشبيها ك بشوي تجريد راقي اندري ولي اقرب شوي تجريد راقيان ام تشبيه مصطلحي اما كان رائما باسيليا كين شاملي ام جناية كالذي يذكر في علم البديع كأو تجريدي كذكر كريل علم البديع وكو مثلا لقيت بزيد أسدا بجيقي اوي كزيد بيني بلاي لقيت أسدا كمنزور مثلا زيد بي علي بزيد وشير يكم بيني بزيد توشي شير يكبو آوة. يعني كأنما زيد شيري لي باري يا لقيني منه أسد توشي من بولا زيد وشير كما هر زيد يشتوش بوا فإن في هذه الثلاثة لم سيان ذاك استعارة تحقيقيك استعارة بالكنايك وتجريدك يا هي دلالة دلالتها على مشاركة أمر لأمر في معنى هاو بشيتي أمري أبو أمري ترهي لمعناك مع أن شيئا منها لقل أودا هيت شيء آلمانا لا يسمى تشبيها إصلاحا لا إصلاحا في الناوت لتشبيه كواتل الروانقي مطلقة تشبيه كيك شامل ياندي هاو كأيما أرين التشبيه تشبيه شامل يقش ياندي ولي كوت من مثلا دال بي لسر مشاركة أمري أبو دلالته لسر مشاركة أمري أبو أمري كي تزل معناها كذكاف ونحوي كاف أو أنا خارج أبن باش بوتي استعارة تحقيقية وكناية أي استعارة تخيلية كتشكارية وكو باس مانكم الله وإنما قيد الاستعارة بالتحقيقية والكناية لأن الاستعارة التخيلية كإثبات الأظفار للمنية في المثال المذكوري وك جيجير كردني أسفار ومنية لمثال الرابر دواء ذكر كراوة ليس في شيء من الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى على الرأي المصنف لسر رأي مصنف مشارك دلالتي تانية دلالة سر هيت شيء لدلالة كردن لسر مشاركة أمر أبو أمر لمعنى يكات يانية لسر رأي مصنف وعايا متواجبين فيه شيء أري ليس في أما ليس في شيء إيجابي ولا أول توجوان عبارة ليس فيه شيء تيانية لم جور استعارة ده يعني أو إثباتي بويا فيه أنا شاف في هاي بوتها بلان باعتبار إثباتي أسفارك أم إثباتي أسفار ومنيته عليه دلالتي تيانية لسر مشاركة أمري أبو أمري كيتن آخر مصنف في وايا هو مجازي عقلية مجاز دوانا مجازي لغوي ما نهي مجازي عقلي ما نهي مجازي عقلي عبارة لا نسبة أمر إلى غير ما هو له نسبة أمر إلى غير ما هو له يعني نسبة شيء إلى غير ما هو له مثلا تولي أسفار المنية أسفار هر لمعنى حقيقي خوياتي وليك إزافة من كردوا بولاي منية آلي ومجاز من بخرج داوة كأسفار بجيقي أوي بولاي السبوع إزافة كريه تو إزافة أكي بولاي منية كواتا عليه لأسفارا أو استعارة ومن قول كردواتهم أو إتيا لا مصنف وانية شن مصنف هو بمجازي لغوي نازاني كواتا شن بدديد جاي أو الدلالة على مشاركة أمرين في لأمرين في معنني تيانية لبر أو نيوتا لسر وجه استعارة تخيلية جنوي كاري بوانا وتدي شن أو إتيانية خو يعني بلين ببيو نبيه لسر او ببيو نبيه او مشاركه هرتيانيه تا شامل تشبيه بيه
بله كتياش يعني ديار اللي قلت تشبيهها فرقي هي جيوازه يعني مثلا التباسي نابع بتشبيهه تاتو بلي باش كم جوري عبارتك والي كم ك بله شامل استعاره تخيليه اذ المراد بالاصفاري معناها الحقيقي وشن ما بس باظهار بو اصفاره معنى حقيقتي على ما سيجيء بيالا سرقوي كلو بدواديك او بي واي او مجازي عقليه كواتا الدرك فالتشبيه الاصلاحي تشبيه اصلاحي هو الدلاله على مشاركه امر لامر في معنى لا على وجه الاستعاره التحقيقيه والاستعاره بالكنايه والتجريدي اگر مثلا ليمان يعني برسي تعريف استعاره من قام تعريف كانما طالوتي همقسه كان التشبيه الاصطلاحي هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى على وجه لا على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية والتجريدية والتجريد. فدخل فيه نحو قولنا زيد أسد. بس أشيت ناوش وشوي تشبيهه أم قصي ما كبيرجن زيد أسد زيد شيرة. كبرين والله ما أداتي تشبيهه كحزب وإنا زيد كأسدين بوا مثلا. ونحو قوله ليردا أداة حذف هو وليترفين تشبيه كمشبه ومشبه هر كان معون ولا منحو قوله تعالى صم بكم عمي يعني هم صم يعني هم كصمين هم كبكمين هم كعميين هاوا بحذف الأداة والمشبه جميعا أو بحذف أداة تشبيه كبو ولليردا هم أداة كحذف هو هم مشبه كبتيك رأي هم صم أو شرب تشبيه حساوة شن فإن المحققين على أنه تشبيه بليغ لا استعارة محقق كان لسلوا كأما تشبيه بليغة نقي استعارة آخر تشبيه باعتبار أداتك أبيت السيبش باعتبار أدات وتشبه أجر ذكري أدات وتشبه هردو كان كرا مثلا أجر بلين ذكري أداة تشبيه لغلا كري بيالان تشبيه مرسل أجر ذكري وتشبيه لغلا كرا بيالان مفصل أجر نكري بيالان مجمل بس تشبيه باعتبار وتشبه ذكر عدم ذكري وتشبه مفصل ومجمل باعتبار وجود أداة نبوني أداتك مؤكد مرسل ولي أجر وجه أداة هيك كامل كان نبو ألان تشبيه بليغ لا استعارة استعارة نية بو لأن الاستعارة إنما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له بالكلية استعارة وقتك أبيك وقتك إطلاقك ريا بس أشتيك داع بريا بس على ما استعارة يا وقتك كببيش ريا توا بار ناو يادي مستعار له يعني مشبه بالكلية يعني هم لفظا هم تقديرا آيس إيمان للصم بكم عميون دا لفظا كنية ولا تقديرا هيا يعني أرين خبر مبدأك معزوم شنك أجتونك يبقى خبر مبدأك معزوم خو جملة قلب الرأس ونامي فاز ما دام تقديرا هيا كانت تشبيه بليغة ويجعل الكلام خلوا عنه بعدين وكلامك بكري بخالي لمشبهك يعني مثلا كلامك بوتواكردني معنى نيازي بوجود مشبهك النبي بجورك يا بل يعني صالحا لأن يراد به المنقول عنه والمنقول إليه شاكا بجورك يوابي كلامك بقنجي بو أوك هم منقول عنه وكي في إرادة بكري وهم منقول إليه مثلا رأيت أسدا في الحمام إيسا أقر في الحمام يكي لقلنا بأسدنك أكريم نزول كسي شجاع به كمنقول إليه وأكريم منزول في هين به أكريم منظور في حيواني مفترز به بلام تو في الحمامي بوية بيه وأني شون كوت من مجاز وحتي وقت يقدر تجي آخر مجاز يخوي بشكل الاستعارة شاكا قريني ما كقريني لقومي يعني قريني يقبل بيه كمنع منك لإرادي معنى حقيقي أو كي هركان بقريتو خوش الله لولا دلالة الحالية يعني دلالة القرينتي أقدر دلالة قرينة بيه أو فحوى الكلامي يا معنى كلامك أخوي أو نجياني أو بعد قشني كوا أركان التشبيه دي والنظرها هنا في أركانه بس ما متعرف باش مو فاهم
خوش ايدام لا بس كان